هذا يقول انه ان الرجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدا له فرجع، هل يلزمه ان يعيد الصلاه؟ الجواب لا يلزمه، لانه صلى صلاه مامورا بها مأذونا فيها، وكل انسان يفعل عباده مأذونا فيها فانه لا يلزم الاعاده، لان الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين او عبادتين. فهمت؟ طيب لو فرضنا انه جمع تقدير، خرج قبل صلاه الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على انه سيواصل السفر ثم بدا له فرجا، فجاء وقت العصر وهو في بلده، هل يعيد الصلاه؟ الجواب لا يعيد الصلاه، لان ذمته برئت بصلاته الاولى حيث انه صلى صلاه ماذونا فيها. نعم، ما هو لازم، ان حضر المسجد صلى مع الجماعه ولا مو بلازم.